عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قاعدة جديدة وشرح جديد. المضارع التام أو الحاضر التام في اللغة العربية present perfect. present perfect في اللغة الإنجليزية، ما هو هذا الزمن؟ عندما نتعلم زمن جديد، بداية يجب أن نعرف تشكيل هذا الزمن، كيف يتشكل هذا الزمن. The form. هذا زمن مركب يتشكل من فعل مساعد وفعل أساسي في التصريف الثالث. الفعل المساعد هو إما have أو has بالإضافة إلى verb 3 أو past participle التصريف الثالث. أمر مهم أن بعض الطلاب لا يعلمون متى نستخدم have ومتى نستخدم has. طبعا الفعل have يستخدم مع الضمائر I, you, we, they. أقول I have, you have, we have, they have. أما بالنسبة للفعل has فيستخدم مع الضمائر he, she, it. طبعا هنا يجب أن أميز أكثر من حالة. نبدأ بالجملة المثبتة أو الجملة الإيجابية the affirmative sentence. إذا كان المضارع التام في جملة مثبتة، أستخدم غالبا في هذه الحالة بعض الكلمات مثل already و just. كلمة already عندما أراها في الجملة هي تدل على المضارع التام. already و just عادة نفس المعنى. already بمعنى قبل قليل أو للتو. على سبيل المثال أقول مثلا I have already eaten my lunch. I have already eaten my lunch. Okay, لاحظ هنا already جاءت بين الفعلين، بين الفعل المساعد have والفعل الأساسي eaten. طبعا هنا already بمعنى قبل قليل، يعني من شوية، قبل قليل تناولت الغداء. المضارع التام هو يربط بين الماضي والحاضر، يدل على حدث بدأ في الماضي وانتهى في الحاضر، انتهى منذ وقت قليل في الحاضر. هو صلة ربط بين الماضي والحاضر. مثال آخر أيضا he has just finished his work. He has just finished his work. أيضا انتهى قبل قليل من عمله. هو انتهى قبل قليل من عمله. طيب في حالة النفي، إذا كانت الجملة منفية، في هذه الحالة لا نستخدم already ولا just، نستخدم كلمة أخرى هي كلمة yet. عادة تأتي كلمة yet في آخر الجملة المنفية في المضارع التام. أقول مثلا I haven't finished yet. I haven't finished yet. I haven't finished yet. أنا لم أنتهي بعد. لم أنتهي بعد. I haven't finished yet. She hasn't bought a car yet. She hasn't bought a car yet. هي لم تشتري سيارة بعد. إذن هذا في حالة النفي. في حالة السؤال أيضا نستخدم yet وكلمة أخرى هي كلمة ever. أقول مثلا have you finished yet؟ هل انتهيت؟ have you finished yet؟ الجواب في هذا الحالة يقول not yet مثلا، أنا لم أنتهي بعد. وفي حالة ever أقول have you ever gone to Paris؟ have you ever؟ هل سبق لك وذهبت إلى باريس؟ have you ever gone to Paris؟ طبعا الأمر مهم جدا هنا، يجب أن نستخدم التصريف الثالث، لا يجوز أن نستخدم التصريف الأول أو الثاني، لزاما علي أن نستخدم التصريف الثالث. هذا كل شيء أحبتي في هذا الدرس، أحببت أن أعطيكم فقط فكرة عن هذا الزمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.